بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن شهر رمضان يختم بأعمال جليلة، منها التكبير في ليلتي العيدين وفي صلاة العيد، ومنها صلاة العيد التي يخرج المسلمون إلى الصحراء ويصلون صلاة العيد ويبرزون إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها صدقة الفطر. صدقة الفطر هي زكاة للبدن يخرجها المسلم، هي واجبة وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فهي فيها خير للمتصدق وفيها خير للمتصدق عليه، فهي من الأمور التي يختم بها الشهر رمضان. ولأن الفقراء في هذا اليوم بحاجة إلى الطعام الذي يأكلونه في طعام العيد، وقد لا يكون عندهم شيء، فإذا تصدق عليهم توفر عندهم الطعام وشاركوا المسلمين فرحتهم بهذا العيد، ففيها مواساة، كما أنها طهرة للصائم وزكاة لبدنه، فهي أيضا مواساة للفقراء والمساكين. قال صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أجل أن يفرحوا مع المسلمين. ولأن يوم العيد ليس فيه عمل ولا مجالات عمل تعطل فيه الأعمال، يحتاج الفقراء إلى المساعدة فيعطون صدقة الفطر لتسد عوزهم وحاجتهم ويفرحوا مع الناس ويتوفر عندهم الطعام الذي يفطرون به في يوم العيد، فهي قربة عظيمة تقرب بها الصائم إلى ربه ويزكي بها نفسه ويزكي بها صيامه ويحسن بها إلى إخوانه الفقراء. ما ظنكم إذا تصدق المفطرون على الصوام بهذه الصدقة العظيمة، صدقة الفطر، فإنها تتوفر عند المحتاجين، يتوفر عندهم الطعام من هذا ومن هذا ومن هذا، فيصبحون ليسوا بحاجة إلى السؤال في أيام العيد ليفرحوا مع المسلمين. هذا من الحكمة التي جعلها الله في صدقة الفطر، وهي عبادة عظيمة، ومقدارها صاع 4 أمداد ملء الكفين، ملء الكفين المضمومتين الممدودتين، ولهذا يسمى مد، يعني مد بمد اليدين مضمومتين مفتوحتين، 4 أمداد تشكل منها الصاع النبوي، والصاع النبوي 1.5 كيلو تقريبا بمقياس اليوم، 1.5 كيلو من الطعام تقريبا، وهذا مقدار يسير على من يسره الله عليه، وهو كثير في حق المحتاجين. مع كثرة الصدقات توفر لدى المحتاجين طعام كثير يغنيهم الله به في أيام العيد عن السؤال، ويغنيهم عن العمل، لأن أبواب العمل تقفل في أيام العيد، فيصبح الفقراء ليس معهم شيء ولا عمل يتقوتون منه. فمن حكمة الله أن شرع صدقة الفطر لمواساتهم
وإغنائهم عن السؤال وعن التكسب في أيام العيد، فيها خير كثير، وهي مقدار يسير لا يجحف بالمزكي، مقدار يسير، صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من عقط، صاع من زبيب، أو صاع من طعام البلد الذي يقتات في البلد، لكل بلد بحسبه صاع، صاع كيلو نصف، 4 أمداد تقريبا، هذا هو الصاع النبوي، وهو مقدار زكاة الفطر. فهو وإن كان يسيرا فهو عظيم وكثير عند الله، وأيضا هو يسد حاجة المحتاجين، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.